السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا نحكوا على المباراة اللي خلاص 2-1 مانشستر سيتي ضد ويست هام. رياض نحكوا على سعيد بن رحمة لان ما عجبنيش اليوم، راح يعني نكون قاسي عليه جدا اليوم، ومن حقي نكون قاسي عليه لان هذا باش نشجعه باش في المباراة الجاية يكون مليح. راك تشوف لانزيني يدخل بديل تاعك ومارك ابيت، هذه اولا. تانيك نحكوا على رياض محرز الشوط الاول والشوط الثاني. رياض محرز راح نقصي عليه في واحد العفسه برك في الشوط الثاني. بون ما نلوموش هو لان اللعب، ولا دوك ندخل في الموضوع. بون الميلان لعبوا خسروا 3-1 حمراء تبهديله، راهم يبهدلوا هاد الايام الميلان. بون خلينا من اللي ربحوا واسمو اتلتيكو مدريد، ولكن الماتش اللي قبلها تاني خسروه ماتش تعادل، يعني ما تشوف اللي يهفوك باللي راح يدو الدورين، بعد تحسب اللي ماشي اللي يدو الدوري. بون اسلام سليماني عنده ماتش ضد مونبولي بدا السبعه. بون قداش راني نسجل، راهو بدا الماتش. على كل حال نحط لكم الرابط في اول تعليق في هذا في هذا الفيديو تاع اسلام سليماني. شوفوا خوتي نبداو بالمباراه، نبدا لكم بالتنقيط اولا تاع رياض محرز ونروحوا للتنقيط تاع سعيد بن رحمه، ومن بعد ندخلوا مباشره في المباراه فاش عجبني رياض محرز وفاش ما عجبنيش سعيد بن رحمه وفاش ما عجبني سعيد بن رحمه كليا، يعني ما كانش عجبني وما عجبنيش. رياض محرز عجبني وما عجبني، سعيد بن رحمه ما عجبنيش، نقولها لك ديرك يا سعيد. بون راكم تشوفوا التنقيط تاع رياض محرز دا 7، خيسوس دا 6.5، فيرناندينيو يدخل دا 6.9 لانه سجل. شتي راح يمسلين كيما قلتها سعيد بن رحمه باللي دخل بديل واسمو لانزيني ماركابيت، نقول لك راك تشوف باللي فيرناندينيو يدخل بديل ماركابيت، يعني انت راك ما راك داير والو يا سيرلينغ. سيرلينغ عطاو له 6.4 تقريبا اضعف واحد فوق المباراه، وعلى هذيك اللي خرجوا بيب غوارديولا. بوندوغان داها رجل المباراه عطاو له 8.3، حسبوا له هدف واسيس. انا ما شفتش الاسيس يا خوتي، رياض محرز ما حسبولوش اسيس لان قاست فوسمو في كريسويل، وغوندوغان عطاها ما عندوش اسيس. غوندوغان سجل هدف اللي عطاه له رياض محرز، وهو عطال خيسوس وخيسوس عطال الفيرناندينيو، فيرناندينيو اللي ماركا اسيس تاع خيسوس ماشي تاع غوندوغان، ما على باليش. على كل حال بون سعيد بن رحمه هاوليك راكو تشوفوا سعيد بن رحمه 6.2 تستاهل هذا التنقيط بكل صراحه. 6.2 انا من عندي نعطيك 5 باش نزيد نحفزك تولي تلعب مليح، لان ما درت والو في المباراه هذه وراني جاي لبعض النقاط. لانزيني دخل دا 7.3، احسن لا احسن من رياض محرز التنقيط، واحسن يعني البدلاء صنعوا الفارق تقريبا تقدروا تقولوا في هذا المباراه. انطونيو ورا انطونيو دا 6.1، قل عليك يا سعيد بن رحمه. بون ندخلوا في المباراه، ندخلوا في الشوط الاول. الشوط الاول نبداوها بسعيد بن رحمه خير، نبداوها بسعيد بن رحمه بعد نصوتي والرياض محرز. سعيد بن رحمه اليوم يعني هذه مباراه كي انا واحد من الناس نحس بيك انت ونحس برياض محرز باللي الشعب الجزائري كاع راهو يتبع فينا، زعما انا في بلاصتك الشعب الجزائري كاع راهو يتبع فيه. بون نقدر ما نلومكش لان ما راهوش يلعبك في بلاصتك، بصح ما راهوش يلعبك في بلاصتك تكمل حياتك كاع هكذا في ويست هام، ما راهوش يلعبني في بلاصتي تما، ما راهوش يلعبك في بلاصتك الا ما راكش راضي رفد كابتك وروح، ولا راك راضي تتحمل مسؤوليه الاداء اللي راك تقدم فيه، مادام عطاك بوست وراك قابل به تتحمل المسؤوليه. هذه باش نكونوا صريحين ديريكت انا يا خوتي. بون سعيد بن رحمه ما يعني كي نشوف انا المباراه هذه نقول باللي لو كان جيت انا بلاصتك على بالي باللي مباراه قمه في الروعه، كلاسيكو جزائري، الشعب الجزائري كاع راهو يقدم راهو يشوف فينا، فانت ورياض محرز راح تكون عندكم شحنه، راح تقدموا اداء مبهر، راح تقدموا اداء هايل. شفنا احنا بار اكزومبل كي لعبت مانشستر سيتي مع ولا بار اكزومبل يكونوا زوج، يعني يكون اداء شويه يعني مطرطقش زياده على اللازم، لانه راهم قابلني من الجهه اللي من هي رياض محرز، ورياض محرز يقول لك راهم قابل، فاش ما شفنا والو، شغل ما لعبتوش، شغل يعني شغل هذه المباراه عاديه، بانت لي انا مباراه عاديه تولجت يعني اثرت شويه في المشاهده، ولكن البالون كانت تمشي زبادي. بون هذا سعيد بن رحمه، سعيد بن رحمه ضيع واحد الهدف اللي ما يضيعش، انت راك تلعب ضد ويست هام، من حقه مويس يلومك في منطقه كيما هذيك، تجيك بالون ما عرفتش تتعامل معاها، هنا لازم تكون حاسم، هذه هي المباراه اللي يطلع اسمك، كي تلعب ضد انديه كبيره، شفت رياض محرز كي يلعب ضد باريس سان جيرمان كيفاش يطرطق الجرائد تاع العالم قاعد تحكي عليه، انت راك تلعب ضد مانشستر سيتي، ضد مانشستر سيتي طيح لك فرصه كيما اللي شفتوها يا خوتي في الشوط الاول،
فصافي الدقائق الاولاني كنت قادر تقلب المباراه راسا على عقب، يعني تسجل لهم وتخليهم هما يضغطوا وتقتلوهم بالمرتدات. فانت ضيعت هدف يعني محقق، هذيك يعني نعم لو كان لاعب واحد اخر بالك يعني سجل راكتش ولا زيني سجل هدف من اروع ما يكون حطها في التسعين، وهذه اللي راح نلومك عليه. علاش ما تيروش من البعيد انت ورياض محرز؟ علاش ما تيروش من البعيد؟ علاش ما تيروش من البعيد؟ رغم انه رياض محرز حاول عده مرات، ولكن راني نقول رياض محرز اهدافك كلها تقريبا راهي تجي من خارج منطقه الجزاء، لي بيت اللي تيريهم من برا، سواء مع مانشستر سيتي سواء مع ليستر سيتي. كان ناقصك برك تيري من البعيد. قدمت الشوط الاول اداء، نعاودو نور بن رحمه اللي راني دخلت في رياض محرز، ف سعد بن رحمه اليوم اداؤه انا ما عجبنيش. وتكمل بهذه الطريقه يا سعد بن رحمه، تشوف روحك في دكه البدلاء وتتحمل انت المسؤوليه. انا دافعت عليك العام اللي فات، هذا العام ما نقدرش ندافع عليك لو كنت تكمل بهذه الطريقه. اللي راني نشوفك قدمت في بدايه الموسم مباريات رائعه، ومن بعد بديت تتراجع، حتى ضد ليفربول قدمت كل ما لديك ضد ليفربول، ولكن عند المرمى ما كنتش حاسم، وكنت تخطأ في الاختيارات تاعك. حتى تير باش تيري فاس فاس مع الغارديا تروح مديتها البوين وداوها البوين. يعني انت رغم انك قدمت اداء عالمي ضد ليفربول، ولكن كانت عندك اخطاء انه ضد المرمى، وهذه هي لازم تيرو مخارج المرمى. دوكا نجو لرياض محرز، شوفوا المباراه خاوتي بدات مليح، بدات مليح، بدات تصب الشتا. ويست هام كانوا يضغطوا ثاني خلعوني، يعني كانوا يضغطوا كانوا يلعبوا مليح، فما اغتنموش الفرصه. مانشستر سيتي سجلت لهم الهدف، وين رياض محرز كي بدا؟ بدا كراس حربه، كان اللي قالوا لي نو صانع العاب، ما كان صانع العاب، صانع العاب ما يجيش هو البوانتا، ما كان صانع العاب يجي البوينتا، يعني هو الاول، او صانع العاب اللي يكون موراه. رياض محرز هو كان الاول، كان راح يمسي خيسوس منا في الجهه الجناح الايمن، وراح يمسي لك في الجهه اليسرى، ورياض محرز راس حربه هو الاول وموراه برناردو سيلفا. رياض محرز ما كان صانع العاب، صانع العاب جامي اللي يجي هو البوانتا هو راس حربه، لعب راس حربه. ومن بعد عاود تبدل، ما كملش بريمي ميطون، عاود تبدل رياض محرز راح للجهه اليمنى. كي شفنا رياض محرز في الجهه اليمنى، شفنا انه رحيم ستيرلينغ تحول، كيما راكم تشوفوا هذه الشوط الثاني على كل حال، رحيم ستيرلينغ تحول كراس حربه، وخيسوس تحول على الجناح الايسر، يعني ولا رياض محرز ايمن وخيسوس ايسر، ورحيم ستيرلينغ راس حربه، ويتبادل هو وخيسوس. رياض محرز بقى غير في الجهه اليمنى. فرياض محرز في الشوط الاول تيرا واحد دوفا ولا طروفا، واحده ما على باليش غلط عن بالورا في ليكيب ناسيونال عطاها لسعيد بن رحمه، هذه قتلني بالضحك، عطاها سعيد بن رحمه. تخايل شاف سعيد بن رحمه نساب اللي راه يلعب ضده وعطاه له بالون. تحاول تيرا اللي يشدها الغارديان، تيرا اللي خرج فاس فاس اللي تيراها ما على باليش شكون خطط في الغارديا عاود ولا خطفها رياض محرز تيراها، وزيد الاساس اللي ما تحسبلوش، شوف اللي الخطوره تاعو كيفاش دخل على هو اللي صنع الهدف، قاصت في هذه هي قاص في كريسويل، هما ما يحسبوهاش، ما عطاوهالوش اسيس رياض محرز، ولكن كيما نقولوا هو اللي صنع الهدف، هو اللي جاء، هو اللي دريب له، هو اللي دخل، هو اللي يمد الكره باش تسجلت. قاصت في لاعب واحد اخر وماركاها غوندوغان الجيفه، غوندوغان يصيد الجيفه، شفتوا باللي من ذاك نقول لكم التنقيط يظلم، لاعب يكون مليح وواحد يجيه زرق كره قدامه يماركيها يتحسب راجل المباراه، فهمتوا التنقيط كيفاش يحسبوه؟ تماركي يطلع لك التنقيط بزاف، حتى خطت فيك ودخلت، فهمتوا؟ يعني حتى المعلق قال لك يعني الخدمه كاع خدمها رياض محرز، غوندوغان حول غير المسار تاعها دخلت في الشبك. هذه هي الشوط الثاني، نعاودوا نقولوا انخفاض المستوى تاع رياض محرز، راح يمسير ليك ما شفناش نهائيا ملي بدات المباراه. الشوط الثاني شفنا باللي اللعب تحول كله جهه رحيم ستيرلينغ يا خاوتي، ما بانش رياض محرز، ما بانش الشوط كامل، ما بانش الشوط الاول كان مليح، الشوط الثاني ما بانش نهائيا. وقتاش يلمس كرات كيكون زعما الضغط هكذا، ولكن شفنا انه الكرات كامله تروح ضف طويله ضف ديريكت رحيم ستيرلينغ، رياض محرز منه ورحيم ستيرلينغ منه وخيسوس نو تروح الرحيم ستيرلينغ، ورحيم ستيرلينغ ضيع 1000 كره، 1000 كره، ما فهمتش انا علاش يمدوا لستيرلينغ وما يمدوش لرياض محرز،
انا هذه اللي تقلقني في مانشستر سيتي. كي يلعب رحيم ستيرلينغ انسى رياض بحالته من الجهه اللي ملاه. يعني واش الكرات اللي لعبها رحيم ستيرلينغ في الشوط الثاني لو كان كانت رياض محرز؟ علاش كان مانشستر سيتي خاطر في الشوط الاول؟ لان اللعب كان جهه رياض محرز، شويه رحيم ستيرلينغ وشويه رياض محرز، لكن الخطوره كانت على الجهه اليمنى. ولكن في الشوط الثاني لما تحول اللعب من رياض محرز ولاو ما يعتمدوش عليه، يلعبوا الكره ديريكت رحيم ستيرلينغ، مانشستر سيتي خطورة تاعها ماتت، لان رحيم ستيرلينغ ضيع بزاف كرات، والدليل انه بيب غوارديولا خرجوا. نتوما واحد ما راهوش يقدم، علاش راكو تعطوا له في الكره؟ رياض محرز راهو ملها، علاش ما تعطوش رياض محرز؟ شفنا غوندوغان رياض محرز منا وخيسوس منا، جاتو بالون يتيريها في السما هكذا باينه بلي ما راحش تدخل هذيك الكره، ما على باليش كيفاش ورياض محرز شتو بلي مد يعني تيرا لغوندوغان. فهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ فاللعب تبدل في الشوط الثاني، رياض محرز ما بانش في الشوط الثاني. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي. نتمنى ان شاء الله اسلام سليمان يسجل هدف. ما رانيش سعيد بزاف لان شفنا الشوط الثاني كيفاش رياض محرز ما بانش لان ماشي اللوم تاعو. وزيزي ساعة ما كانش منتظر هذا اللعب، انا كنت منتظر اداء مليح فيه زوج، ولكن ما الله غالب خاوتي. ما نطوش عليكم، رياض محرز دار اللي عليه ولكن ما كانش يقذف من برا، والشوط الثاني داروا عليه اصحابه. هذا واش نقدر نقول خاوتي. ما نطوش عليكم ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو مور الماتش تاع اسلام سليماني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.